أهلا بكم من جديد، ونكمل الحرة الليلة من ملف الذكاء الاصطناعي، إذ كشف باحثون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص اضطراب طيف التوحد. وفي دراسة نشرتها مجلة التقارير العلمية، استخدم باحثون من البرازيل وفرنسا وألمانيا التصوير بالرنين المغناطيسي لتدريب خوارزمية التعلم الآلي على معرفة الاختلافات التي تشهدها الخارطة الدماغية للمصابين بالتوحد. واستندت الدراسة إلى بيانات تصوير الدماغ ل500 شخص تم تشخيص حوالي نصفهم بالتوحد، وتم تطبيق تقنيات التعلم الآلي على البيانات. فكيف تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض التوحد؟ وهل بإمكان الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالإصابة بالتوحد عبر تحليل جينات الوالدين؟ وهل بالفعل نجحت تجارب عبر الذكاء الاصطناعي في تشخيص هذه الحالة؟ كما للذكاء الاصطناعي مخاطر تهدد البشرية، فإن له إمكانيات واعدة في مساعدة المحتاجين إذا ما استخدم في خدمة الإنسان. وفي رحلة البحث عن هذا الهدف، يواصل الباحثون جهودهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة من بينها الطبية، إذ كشف باحثون في دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص اضطراب طيف التوحد الذي لا يزال اكتشافه حتى الآن يمثل مشكلة صعبة ويتطلب أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا لتشخيصه في وقت مبكر. الدراسة التي نشرت في مجلة التقارير العلمية تستند إلى بيانات تصوير الدماغ ل500 شخص نصفهم مصاب بالتوحد. تم تطبيق تقنيات التعلم الآلي على البيانات التي تم جمعها بالتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والتخطيط الكهربائي للدماغ. وقام الباحثون بتزويد خوارزمية التعلم الآلي بالخريطة الدماغية للأشخاص الذين خضعوا للدراسة. وبحسب الباحثين، تم مقارنة الخريطة الدماغية للأشخاص المصابين بالتوحد وبدونه، حيث اكتشفوا أن التشخيص ممكن باستخدام هذه المنهجية، إذ تمكن الذكاء الاصطناعي استنادا إلى الأمثلة التي تعلمها من تحديد التغيرات الدماغية المرتبطة بالتوحد بدقة تزيد عن 95%. تقترح الكثير من الأبحاث الحديثة طرقا لتشخيص اضطراب طيف التوحد بناء على التعلم الآلي، ولكنها تستخدم عاملا إحصائيا واحدا متجاهلة تنظيم شبكة الدماغ، وهو الابتكار الذي تميزت به هذه الدراسة. تظهر خرائط الدماغ التغيرات في مناطق معينة مرتبطة بعمليات الإدراك والعاطفة والتعلم والذاكرة، حيث تبدو الشبكة القشرية للمخ لدى المصابين بطيف التوحد منفصلة أكثر وتوزع المعلومات بشكل أقل. هذا البحث لا يقدم اختراقا في تشخيص التوحد فحسب، بل يمهد الطريق لاستخدام خرائط الدماغ عبر الذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض أخرى مثل انفصام الشخصية والزهايمر، وربما المساهمة في تطوير أدوية جديدة وعلاجات لحالات مماثلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بوسطن كونراد تاجر، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة كارنيجي ميلون. أهلا بك معنا. يعني على أرض الواقع سيد كونراد، هل فعلا هناك تجارب، هناك وقائع فيما يخص موضوع تشخيص مرض التوحد باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ Well, first of all, thank you for having me on the show. It's an honor to be here. أهلا بك معنا. The study on using AI to predict autism is a growing effort to see if artificial intelligence algorithms can be applied to. هذه اللوغاريتمات يمكن أن تطبق على نطاق عريض من الظروف والأحوال الطبية. هم يقومون بدراسات عديدة. لكن النقطة هنا، ما مدى دقة النتائج؟ ما مدى دقة النتيجة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي فيما يخص تشخيص هذه الحالة تحديدا؟ أعتقد أن علينا أن نأخذ خطوة إلى الوراء وأن ندرك أن هذه دراسات أولية واعدة تستخدم عمليات مسح الدماغ للأفراد، وهناك 95% دقة، وبالتالي أعتقد أن الدراسة
شيقة، ولكن هناك الكثير من الخطوات في العملية حتى نصل إلى التنبؤات. التشخيص العادي للتوحد ربما يأخذ وقتا طويلا وشاقا، ماذا عن المدة الزمنية أو الوقت؟ كم يأخذ من وقت ليقوم الذكاء الاصطناعي بتشخيص حالة التوحد عند المصاب به؟ الأمثلة الحالية لا يزال فيها الكثير من الخبرة البشرية، ونماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب الحقيقة، فهناك صور تصنف على أنها لمتوحدين أو مرضى عاديين. التوحد هو ظرف طبي معقد، والمسألة ليست إما مصاب بالتوحد أو غير مصاب. علينا أن ننظر على هذا المجال ومن أين جاءت البيانات، وأيضا أنواع التوحد المختلفة. حتى الآن نتحدث عن مرحلة التشخيص، ولكن هل من الممكن فعلا أن نرى أن الذكاء الاصطناعي يقدم ربما علاجا متطورا وناجحا لمرضى التوحد؟ الآن نحن تطرقنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي والخوارزميات الاصطناعية، ليس فقط لتصنيف البيانات، وإنما لدينا القدرة على أن نصل إلى مكونات ومواد يمكن أن تساعد في علاج بعض الأمراض، ولكننا لا يزال أمامنا حاجة للخبرات البشرية. في ضوء ما نتحدث عنه، هل من سلبيات أو من ثغرات توجد في الذكاء الاصطناعي فيما يخص تشخيص حالات التوحد التي توصف بأنها تحتاج ربما في الحالات الاعتيادية إلى عملية تشخيص دقيقة للغاية؟ مرة أخرى، مرض التوحد ليس ثنائي وإنما هو طيف، وأحد التحديات يتمثل في الاعتماد المفرط على الخوارزميات، وهناك طبعا حالات مختلفة من التوحد. وقبل أن نقوم بعملية مسح MRI، هناك مفاتيح يعبر عنها ويظهرها مرضى التوحد، وهذه تظهر قبل أن يتطلب المريض مسح للدماغ. الدراسة شيقة لاستخدامها الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يزال هناك الكثير من البحوث والخبرات الطبية البشرية التي نحتاجها. يتم الاعتماد على الخوارزميات برأيك فقط، أم ربما أيضا من الممكن عبر تحليل جينات الأهل أو العائلة؟ أنا لا أعرف عن أي سمات وراثية في هذه الدراسة، ولكن كانت هناك دراسات أخرى تنظر على المكونات الوراثية كمساهمة في هذا البحث. أعتقد أن من المهم ألا ننظر فقط على الخوارزميات، وإنما نتأكد من خصوصية البيانات وأمن بيانات المرضى والحفاظ عليها. هل يمكن تخيل سيناريو نقوم فيه باختبارات وراثية يمكن أن تستخدم كأساس للتمييز في وظائف مختلفة مثلا؟ يجب أن نتوخى الحذر بشأن تخطيطنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
شكرا جزيلا لك من بوسطن كونراد تاجر، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة كارنيجي ميلون، شكرا جزيلا لك.